ديالي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو مساء التفاؤل والطاقه الايجابيه. كيف ما كتشوفوا معايا شعري مفزك، باقي مفزك شي شويه، دونك غادي نعدلو اليوم. هاد النهار هذا هو حضاره، قلت لكم البارح في الفيديو اللي فات حضاره وعندي ماشي الوقت بزاف، نقول لكم شي 40 دقيقه من الاحسن نص ساعه، ولكن انا غادي نفوت 40 دقيقه. هذيك البيوتي بلندر خلي لي هذه باش كنعمل بها هذه سيبه، ولا خليها لك نعمل بها فرنجالات. انا حضاره ونهاري كيدوز مشارجي بحال ديما، وشحال هادي كيكون عندي لي شارج بزاف كنرفض انني نمشي نحضر، وكنرفض الحويجات لان كنقول لها عندي الشغل، انا خدامه ما عندك شي مع هادي حيت الوقت ديالي كيطير، حيت عندي بزاف الاولويات في النهار. دابا لا، ما كنتش كنحمق راسي، كنقول لي كنعلبسو مي عارفه راسي غنلقى ما نلبس. وبالنسبه للماكياجي غنعملو في داري، وشعري غادي نعدلو في داري، فالا بقات لي غير ساعه غادي نمشي فيها نفوج مع راسي. ما بقيتش كنانسيستي على ديك النقط ديال انني خصني نطلع واو ونكون بارفيت ونكون، فهمتوني؟ لان ملي كنت كنفكر بهذه الطريقه وبهذا المايند سيت هذا، كنت كنحيد على راسي بزاف ديال لي بليزير. دائما كنرفض هذا الشيء ونرفض هذا الشيء ونرفض هذا الشيء. علاش؟ لانني ما عنديش الوقت، لانني الحاجه ما عملتهاش مع وطا، ما احتاجش شي، خصني نمشي نكوافر، خصني هذه. فدابا غادي نعمل كل شيء في داري، وكنبغي نبارطاجي معاك هذا الشيء باش حتى انت ما تبقاش ترفضي وتستمتع بالوقت ديالك، ويمكن لك طلعي غزاله ومزيونه غير في دارك وبالامكانيات البسيطه اللي عندك. دابا اول حاجه غنختاروا شنو غادي نلبسوا. الاضاءه على قد هذه اللي كالبنات، هذو القفطان الخفاف اللي كنلبس في العيد. الوغ كنت محتاره بين هذا القفطان هذا البيض، لبسه تكشيطه حيت بغيت اليوم نحضر تكشيطه، كنت محتاره بين هذه التكشيطه هذه، وغادي نوريكم واحده اخرى بين هذه، فبالتالي اختاريت هذه. هذه الميزه ديالها هي انك تجي رائعه ملبوسه، كتحسي براسك بحال اميره. والحاجه الخايبه اللي فيها هي انك اختي كتهزي الثقل على كتافك، ولكن راها خطيره. شوفوا معايا هذه البنات اللي عارفين راني من هذه دابا عندها عام وشي حاجه. هاد الثوب من عند شيكيجن في الشوسيدغون، شيكيجن راه لاصق في نبيله. كنوجدوها لي في نهاري، كان عندي الحضور، كنت بارطاجيت معكم كلشي البنات اللي معايا شحال هادي، ووجدوها لي في نهاري، فوجدوها لي شي شويه كبيره مني لانني ما عبرت ما والو. قلت لهم ام وتكون ام واسعه، قلت ما نعرف ناخذ الوزن وداكشي، كان عليا نقول لهم غير اس، فجاتني شويه كبيره. ماشي مشكل، بالسمطه كيتجمع كلشي. دونك هادي هي اللي غادي نلبس. غادي نوجد دابا لي زاكسيسوار، غنوجد كلشي هكذا. كنبدا اول حاجه كنوجد شنو غنلبس كامل، عاد كندوز نشوف شنو غنعمل في شعري وشنو غنعمل في مكياجي باش ما نتفتنش. اخر وجدت لي بيجو اللي غادي نلبس البنات، حطيتهم هنايا باش ما كنتلفش. هادو من الاساسيات اللي غادي نستعمل هاد النهار هذا، دونك حطيتهم حدايا. الريحه ديالي كذلك، الصندل هي هادي. مشكله عندي في الصاك، الصاك عندي مخليها لواحد الصديقه ديالي كانت سافرت، وباقي ما جبتوش هذاك اللي الويجو، عرفتوه اليوجو ولا الويجو، هو اللي غيجيني مع اللبسه. ما عنديش واحد اخر، ما عرفتش. عندي هذا ديال كارلا غيرفيلد، هذا ماشي بزاف، عاد خديته من انايا اوتلت. الي تري تري كلاس، يمكن لبسه واخا يكون مختلف على اللبسه، الي كلاس. سينو عندي هذا اللي يقدر يتمشى لي مع الصنداله، جو بونس ما عرفتش، يمكن ناخذ هذا. غادي نشوف هادشي اللي عندي دابا متوفر هنايا، غير هاد الجوج هذا، ماشي مشكل في الصاك اصلا، كنحطوه كنزلو. سيرين ديالي مسكينه طلقات لي الشعر، وهذا الفوقاني خليته انا نطلقو انا لراسي. بنات صافي سيرين كملت لي هاد لابارتي ديال الشعر. دابا ما عرفتش واش اجي جفي هاد لو دوفون دابا، ولا نعملو حتى نكمل مكياجي. وقيل احسن، وي وقيل احسن تنكمل مكياجي ياك، وي وقيل نخلي هذا تنكمل مكياجي. عرفتوا علاش؟ لان غادي ندفعو اللور وغادي ترون. فوالا، دونك اول حاجه غادي نعملوها في المكياج انا. فوالا صافي، حيدنا مكياج كامل. دابا شوفوا دابا اللانجي واش غادي تخرج بيضة نقية زعما، باقي شوية الفون دو طون. صافي مبقاش شي حاجة، مزيان ملصت كلشي باش ما يتحرك لشي. أول حاجة خاصني نهيئ البشرة ديالي، غادي نعمل كريم دو جوغ ديال ديغمين، مزيونة ماشي واو كي مزيونه. كريم انا ما كنعطيش فيها الثمن بزاف، كنفضل الكريمات اللي كيكونوا بيو بصراحه، كنفضل اللي كيكونوا بيو. كنقول بعدا كتكون كريمه بيو طبيعيه كتجيك هي الاولى فوق البشره، عاد تعملي عليها الماكياج يعني حاميه لك، حاميه لك ديك لا بروتيكسيون. اون شاتون بيو كي سوبر بيان. دابا نجربها، واخا انا لي كريم وهادشي ديال اكسيون ما كنثقش فيه. اون اتوندون البشره ديالي كتنشف، غادي نخدم ديجا الحجواجب ديالي. دونك غادي نعمل فون دو تان هدى بيوتي اليوم، هذا راه ثقيل كيسوى شي شويه غالي، ولكن تنخلي على المناسبات. اصلا واخا يكون رخيص ما غنقدرش عليه، ثقيل بزاف. غادي نبدا بتحت العينين فوالا بحال هيدا، وغادي صافي. من بعد ما عملت تحت عيني، دابا غادي ندوز للحجبان ديالي.
وغنوريكم باش كنقاد الحجبان ديالي. بالنسبه للحجباني غادي نستعمل هاد لا بودغ هادي من عند كاتريس كتباع 4 اورو في كرودفال، وهاد البانسو كتباع شي اورو ونص، خاصو يكون بحال هكذا متلت كتشوفوه، فوالا متلت بحال هكذا. الوغ ديما كنبداو الحواجب ديالنا من القاع، انا ماشي بروفيسيونيل دو ماكياج ولكن كنعرف الماكياج ديال راسي حيت كنعرف العيوب اللي في وجهي، شنو خصني نخبي، شنو خصني نقاد، شنو خصني نسيميتري، شنو داكشي كامل، فهمتوا؟ يعني انا متاكده كل وحده فينا كتعرف العيوب ديال وجهها اكثر من الميك اب ارتست براسها، لان وجهها كتعرفو. الوغ اول حاجه غادي نقرب لكم شويه لاكام باش تشوفوا. قلت لكم كنبداو من القاع، ديجا عملت واحد الشريطه، فوالا قربت الكاميرا باش تبان لكم مزيان، فوالا بحال هكذايا. القاع هو الاولاني لان القاع ديال الحجبان واخا يكون كثير ماشي مشكل، باغ كونطخ القدام ديال الحجبان خصو يكون خفيف حيت من الطبيعه ديالنا عندنا هنايا كيكون خفيف، شفتوا الشعيرات خفافين. عاد غنجي لتحت خفيف 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 باش نحاول نعمل اون لين دغوات. و ديك بالنسبه للطريقه ديال الحجبان جدادين داك الواقفين ما كتعجبنيش، هاد الناس كتجيني ما تجيش مع وجهي، دونك انا كنبقى في الموديل القديم حيت كل واحد ما خصناش نتبعوا الموضه. فوالا كل واحد، انا عندي بومات كتخصهم يكون عندي الحجبان التالي، كل واحد يعمل داكشي اللي كيوالم الجسم ديالو والوجه ديالو، ماشي شنو خارج طوندونس. فوالا وكنقد بحال هكذا بالكوتون تيج الى بانوا لي شي فوائد. وهانتوما الحجبان ديالي اي سون بري، غنعمل نفس العمليه في شي اخرى. فوالا الا كان عندكم القدام خفيف فيه الشعر واخا تزيدوا شويه، الا كان كثير حيت انا عندي ماشي كثير ولكن كافيني، ما غنزيدش نعمر في البانسون، نزيد باش ما نجيش كثيره وبشيعه، يبقى داكشي ناتورال. فوالا او هذا هو الشكل ديال الحجبان ديالي، الصراحه عجبوني بزاف. من هاد الفيكساتور اللي شريتو عيب شي جوج اورو حتى هو مكر دو فات ماركه ايسونس، باش غادي نفيكسي الحجبان ديالي وباش غنعمل له غير بحال هكذا شويه ديال الموفمون ناتورال هنايا دوفون، شفتو بحال هكذا ماشي بزاف، غير في القدام بحال هكذا، ونفيكسي في نفس الوقت الحواجب ديالي فوالا باش يبقى شبر لي الماكياج صواري كامله. دابا تقدروا تاخذوا ان بانسون نقي صغيور مثلا بحال هذا وتعملوا فيه شويه ديال الفون دو تان وتدوزو غير على الحاجب من الفوق ومن التحت باش بحال لا كتنيطوايو، ولا بحال هكذايا نخليوها شي شويه هكذا حتى ينشف. فوالا بارفي، ودابا غادي ندمجوه مزيان. بعد ما عملت حجباني قبل ما ندوز نخدم الفون دو تان ديالي، غادي نعمل بعدا غير شي شويه تحت عيني باش نعمل الايلاينر، عاد نخدم الفون دو تان هذيك يكونوا جايين نشف مزيان. ولي تخدمته اونتي اول شيء عملت هذاك الفون دو تان ديال هدى بيوتي هو اللي نيت اونتي سيرن، عاد غادي نزيد عليه الاونتي سيرن في الاخر. دابا عملتكم قاعده فهمتوني، عيب باش نقدر نتراسي الايلاينر ديالي ترونكيل. الوغ بالنسبه للايلاينر غادي نستعمل هذا من عند كاتريس 4 اورو، غادي نوريكم طريقه الايلاينر درجه بدرجه. كيف ما شفتوا معايا اول حاجه رفعت المثلث بحال هكذا، سينو الا كنتوا باغيين تخدموا الاي شادو بزاف الاي شادو هو الاولاني عاد لي كولور، بالاي شادو عملوا السكوتش بحال هيدا، وريتكم بطريقه اخرى. انا اليوم ما بغيتش نخدم الاي شادو بزاف، بغيت نخدم عيني خفيف جدا، بغيت نبازي غير على لو تان ديالي وعلى الصفار وهادشي حيت عندي التكشيطه شارجي. فوالا بحال هكذا شفتوا رسمت مثلث، وهذا المثلث غادي نعمره، وهاد الطريقه هادي كتعطيني سحبه ديال العين اكسيلونت مانيفيك. شوفوا معايا كيفاش جبدت عيني بحال هكذا. الوغ كيف ما كتشوفوا الا خرج لكم شي عيب بحال هكذا ما تخافوا ما والو، خذوا كوتون تيج ورقوه فوالا او ميم طون باش كتجبدوه مزيان، حيت ابري غنزيدوا الانتي سيرم من بعد. فوالا بحال هكذايا، وكذلك دمعه العين غادي نجي لهنايا وغادي نعمل بحال هكذا نفس الشيء. فتحت السحبه هذه في القاع اللي كتكبر وكيكونوا عندك الشفار كثر كترجع لك العينات ديالك شينويين مجبدين، نفس الشيء كنعاود في الجهه اخرى. فوالا وغادي نمسح بيان سور ديما الفوائد كنمسحوهم. فوالا بارفي بحال هكذا حتى هنايا، وغادي نعدل لو كوين دو لي قنت العين. بالنسبه للماسكارا غنعملها غير لتحت حيتاش انا عامله الشفار، كنعمل الشفار بيرمانون باش كنتهنى من الماسكارا. وهانتوما
هذاك الفيكساتور البنات اللي وريتكم ديال الحجبه ما كيفيكسي حتى شي حاجه، خاود انورو شي حاجه بلا ما تاخذوا، خذوا غير ديك لا بودغ خطيره. وها نتوما شوفوا معايا كيفاش الايلاينر كبرت لي عيني، وباقي ما عملت الماسكارا تحت. بالنسبه للعينين ديالي بغيت نخدم غير الرموش والايلاينر بزاف، باقي ما عملتش الماسكارا تحت، باقي ما عملتش الفون دو تان، باقي حتى شي حاجه. الوغ الالوان اللي غنخدم غنخدمهم خفافين. شوف لا كولور ديال اللبسه، عندي داك الغوز جولد ياك، غادي نخدم معاهم الغوز، غنخدم ماكياج كله في الغوز. غادي نستعمل هذا وشويه هذا، غادي تاخذوا شتيتو من هذا ديال اللي كيكون قوي، غادي نعملو في القاع بحال هكذايا. وريتكم طريقه السكوتش باش يخرج لكم داكشي مقادد، عقلتو؟ ديجا وريتكم طريقه السكوتش باش يخرج لكم داكشي مقادد. ولا عملت شي شويه في الخاص، غادي ندمجو بهذا الشيء تاع اللي نقيه. هذه طارتوليت كتبيغمونتي مزيان، سينو اي وحده هذا الكلير. وغادي نعمرها مزيان، وهو اللي غادي نخدم به كل شيء هاد جوايه. ديك ثلاثه الالوان غناخذ بانسو نقي، دونك لون مفتوح لون مويان لون مغلق، وغادي ندمج كل شيء بهذه الطريقه العشوائيه. فوالا هانتوما سي مانيفيك. دابا غادي ناخذ ستيل هايلايت يكون لون ديالو مفتوح، هذا اللي مفتوح بحال الهايلايت اللي فيه البريون، هو اللي غنخدمو في العظمه ديال العين هنايا تحت الحاجب. هاد العمليه هادي كتوسع العين وكتجبدها، شوفوا معايا كي كتوسع العين وكتجبدها، شتوها نفس الشيء جهه اخرى. ودابا غادي ناخذ الهايلايت وغادي نعمل بحال اللي عملت هنايا دمعه العين. هاد الحركه هادي كتوسع حتى هي العين. الا شفتوها غطات لكم الايلاينر ديالكم عاودوا بالايلاينر. فوالا ما بقى ليا الا نختار شي بايت شي حاجه بريون باش نعملها غير في الوسط هنايا اون بليس شي لوين بريون. غادي نشوف شنو غناخذ، واحد الغوز جولد واقيلا هذا مزيان. شوف كيفاش مرون، هذا كان عطاتو لي صول مايت من اول كوليكسيون ديالها ديال رويال اكاديمي. انا غادي عند البرونز هنايا جوبونس غنستعمل البرونز، غادي نشوف نحطو البرونز ونشوفو كيسكو سافا دوني. واه هذا جا حسن البنات، وي وي لو بونس ان شاء الله ديالي جاو. دابا غادي ندوزو نخدمو لو تان ديالنا من بعد ما عملنا له لي كريم والبريمير والانتي سير، غادي نعاودو نخدموه بالفون دو تان. غزالة ديالي غادي نستعمل فون دو تان ديال هدى بيوتي فول كوفرونس، يعني كيغطي مزيان، هذا واعر كيمشي كل نهار كل نهار ما تقدروش عليه. دونك غادي نستعمل بالبانسو عاد البيوتي بلاندر. الوغ فوالا عملت كونتيتي كتير، عملت جوج ديال لي نوازيت، واحد جوج حيت بغيت نخدم لو تان ديالي مزيان فيكو حضارة. نعاود نطابوطيه بالبيوتي بلندر مفزك باش كيجبد لي داك الكونتيتي الكثيره اللي زايده، داك الفائض ديال فون دو تان، باش ما يكونش عاوتاني كبشيعه تحت الكاميرا ومتقله بزاف. فوالا كنطابوطي غير كنطابوطي، بحال عمرك ما تجبد لي انك غتعمل الخطوط وغادي تخرج لي غير اللي ما عندكش، تخرجي التجاعيد اللي ما عندكش، ديما غير بحال هكذا طبطبه. واش العنق ديالنا، غادي نحيد لي بوكل حيت ماشي هادو اللي غنلبس. اوكي العنق والديكولتي ديال التكشيط. غزالات ما تنساوليش هاد المنطقه هادي باش ما يبان لكم شي مولتي كولور، باش يمشي كلشي موحد بحال هكذايا. الانتي سيرن غادي نستعمل هذا داكسيون رقم 110 عسل موني كيسوى اورو شي حاجه فوق لو فون دو تان بيان سور. بغيت نعمل هدى بيوتي حيت غيجيني ثقيل بزاف لان الفون دو تان ديجا ثقيل. فوالا عملو هنا، عملو شويه في هاد الدخالي هادو تاهما. فوالا واللي عنده هاد لي كوان كحل يعمل فيهم، انا ما عنديش كحل، عندي غير هادو. فوالا اون طابوتو، ولا بغيتو كوفرونس كتر خليوه ينشف شويه عاد طابوتو. فوالا شتو التقابي ما كيبقاوش بزاف يبانو، كيبانو عامرين. فوالا غزال اونتي سيرند اكسيون، والله احسن من هدى بيوتي. سمح لينا هدى بيوتي الا دوزتي من هنايا، كتعرفش العربيه، كتعرفش العربيه يا عراقيه غزاله بحال هكذا. غادي نكحل دابا بالكونتورينغ. الوغ الكونتورينغ غنستعمل هذا مع عند ايما، الثمن ديالو 9 اورو، حيت انا سمراء كيجي معايا هاد اللون هادو. نتوما الا بويض راه موجودين تبارك الله، وكاع الكونتورينغ كيجي مع البنات اللي بويض حسن من البنات اللي سمر. الوغ دابا غادي نعملو بعدا هنا شو هنا باش نكخيو داك الحفاري. انا عاملها هكذا نورمالمون، ما عنديش حفاري بزاف، مي باش نخلق داك الحفاري بحال هكذا. هنا
فوالا الجهه اخرى كنغش شويه فوالا شتو ديجا تراسيت لو مونطون ديالي هنا باش نقلب لا ليفغ ديالي حيت لا ليفغ ديالي بالعكر صابر نمشي شويه العكر هو اللي كيعطيهم دابا غادي نطابوتي كلشي بواحد البانسو نقي غادي نمسح الفوائد فوالا بحال هكذا وعاد نثبت كلشي مع البودرة وحتى هنايا كذلك غادي نقص غادي نقص باش مابقاوش الخطوط باينين لي في الفرح وغادي ناخد البيوتي بلاندر غنعمل الشرطة في الوسط في البيض فوالا شتوها باش يبقى لي ديما النيف ديالي محدد والحاشيات بحال هنا والحاشيات بحال هنا من هاد لا بودغ دو مايبيلين هادي تقيلة عملو منها غير شوية حيت هادي بودغ فون دو طان وغادي نثبت بيها حتاش أنا وجهي كيعرق لي بزاف وكيطلق الزيت أي فون دو طان كتعجبكم أي بودرة كتعجبكم تبتو بيها بيان سيغ البنات هذا الماكياج لحضور ماشي اليوم الا خرجتو بحال هكدا في زنقة كارثة سي طخو فوالا فراجو فراجو تا هو مستعملة فراجو الخير شريتو من أي بلاصة العادي هذا خديتو أنا متخافيك بربعة أورو ولا خمسة أورو كنت بارطاجيتو معاكم في الغوص تا هو فوالا غادي تا هو غير غادي نعملو مغادي نتحرك شي بزاف باش منخربقش الفون دو طون دابا قبل ما ندوز الماسكارا لتحت والعكر غادي نستعمل هاد الفيكساتور ديال اكسيون غادي نشوف واش مزيان بخي فوالا هاد العمليه علاش كتليق باش تفيكسي لي الماكياج وتحيد هادوك الزوايد ديال البودره اللي كيكون كثر في الوجه فوالا اون اتوندون غنجمع الماكياج ديالي على ما ينشف الفيكساتور ما نقدروش من مورا الفيكساتور نحطو شي حاجه ديال الماكياج لان وجهنا مفزك خاصو ينشف دابا غندوزو للعكر غادي نستعمل ان تراساج ولا ان كونتورينغ في البوردو بحال هكذا في الكرونا غادي نطلع من هنا هانتوما دابا كيبان لكم لي ليفغ ديالي صغيورين غادي نطلعهم بهذا غادي يبانو بالبوس الوغ غادي نبدا من هنا فوالا اوكي فوالا بحال هكايا الوغ دابا هذا اللي باقي فيه شي شويه ديال الفون دو طون غادي نعملو هنايا غادي نزيد عليه هاد العكر رقم 40 مات هانتوما مات ديال كاتريس كيسوى 5 اورو هادو ديما كنوريهم لكم انا كنحمق عليهم كيجوني مع الفوم ديالي كنت غادي ناخذ البانسو انا شويش من الراس باش نتحكم في الكونتور ديال فمي فوالا العكر اللي بغيت فوالا الغزالة ديالي وكان هذا هو الماكياج ديالي ديال اليوم هانتوما عجبني بزاف واخا هو كثير ولكن الالوان هاديه شفتوا دابا حتى تشوفوا اللوك الاخراني مع اللباس والشعر وكلشي تلاقاو من بعد على هذا الشكل هذا كان الماكياج ديالي صراحه عجبني بزاف غنوريكم دابا التكشيطه كيف جات من الغزالة ديالي سيرين كتعوض عليا الغزالة ديالي التكشيطه كيفاش جات جات كتحمق هذه ديجا سبق لي لبست العام اللي فات معكم بنات اللي معايا من العام اللي فات Ouais, je pars maintenant. D'accord. Je vous mets les perles, je vous mets les nerfs. À gauche, il y en a une. الغزاله ديالي غادي نشد معكم فيديو هنايا حيت غادي ندوز مورا ماما هاد صاحبتي خالتي حبيبه نهبطها معايا حيت هو ده هو ده البركسي غادي نتهاود معاها في الطريق وانتم عارفين وحتى في العرس ما نقدرش نصور لكم لان العرس ولا ماشي تا ولا العرس ديال الناس كيكون انتيم يعني شي حاجه شخصيه ديال الناس
ما عندناش الحق نصوروها الا الا كانوا ديك الناس هما في لي ريزو ولا هما بغاو يتصوروا الى اخره. وانا قبل ما كندخل الحفله ديال الناس كنبعد التليفون ديالي وحتى الا صورت كنصور غير راسي ولا الحلوه ولا شي حاجه. فبالتالي باش يكون كلشي مرتاح غادي نحط التليفون ديالي ونستمتع بالحفله ديالي. الصديقه ديالي هي اللي كنعرف حتى العروسه طبقي ما كنعرف حتى واحد وغادي نمشي غنجلس بوحدي ولكن ماشي مشكل غنتعرف على ديك الناس اللي في الطاوله كاملين نعمل اصدقاء جداد ونتعاود معاهم. انا فين ما كنمشي للعرس وكنكون بوحده ما عندي بوحدي ما عنديش مشكل مع من ما تحطت كنشطح ونردح وناكل وكنتهاودوا وكنعملوا معرفه جديده معرفه خير اكيد. صافي الغزاله ديالي غنخليكم هنايا ونقول لكم تصبحوا لي على خير والى فيديو مقبل. Si ta finalité, elle a l'être comme ça, parce qu'il t'a pas donné le caractère.